كتير. نبتدي حلقة جديدة. هنفتكر بيها السنة اللي فاتت فاز بجائزة صناع الأمل المصري محمود وحيد، شاب رائع وعمل مبادرة رائعة في مصر وكان هو الحاصل على المركز الأول. السنة دي كانت المنافسة أشد يمكن من السنين اللي قبلها في جائزة صناع الأمل أو في مبادرة صناع الأمل، إلى أن تم الإعلان بالفائز. اللي فاز السنة دي هو المواطن الإماراتي أحمد لفلسي. ندعو صناع الأمل عائلة الفلاسي لمقابلة الجمهور، ونترك السؤال للزميلة الإعلامية المتألقة منى الشاذلي. المواطن الإماراتي أحمد الفلاسي وأسرته، المبادرة الأكبر في العالم العربي وربما العالم بأسره، صناع الأمل، فرسان الأمل وأدوات الأمل. كل يوم أو كل أسبوع من وفية إلى وفيتين، لأن يخدم هالمستشفى يخدم 5 مليون ساكن. وقفنا الوفيات من أول أسبوع وما كان في ولا وفية. تعيش في رفاهية وقد يكون في خدمتك عشرات، تركت الرفاهية والراحة وسافرت إلى قارة أخرى، إلى أفريقيا، تبذل مجهوداً ووقتاً وحباً، لماذا؟ والله دخلنا يعني الأماكن شيء خيالي. سرير الولادة لا تعرفين من أوله لين آخره، الانتنسيف كير، هذا اليهال، هذا يا طويل العمر اللي شفتوه لا شيء، والله لا شيء، والحمد لله. يعني أم محمد وبناتي خذيت مدخراتهم. أنا هسأل أم محمد. أم محمد أقنعك إزاي سيد أحمد الفلاسي بأنك تكوني شريكة في هذا الخير العظيم؟ رحنا كينيا وقدرنا شوي نساعدهم، نخفف شوي الآلام عليهم، على المرضى، نمسح شوي دموعهم. حب أحمد الفلاسي وعائلته. ألف مبروك لصانع الأمل العربي أحمد الفلاسي. مين بقى الراجل ده؟ وإيه الخير الكتير اللي هو عمله؟ وإيه حكايته؟ وإزاي كان أسرته كلها معاه في فعل الخير؟ حكايته كلها هتكون معانا في حلقة الليلة. Do we sleep two people? والله العظيم كنت أحس إن المرة هي أمي قاعد تقول لي أنا تعبانة. I need to do my dialysis. في كتير من الخير في حياتك عملته بالصدفة. أمي الله يرحمها توفت بقصة غسيل الكلى. الداخل مفقود. هذا القسم لازم أسويه بأسرع وقت. أنا حياتي بس أكل وشرب، ولا شو الهدف من حياتي؟ أم محمد مثال للمرأة الصالحة. الله يخليك. أنا مقدم على أرض وفكرت الحمد لله الأرض طلعت لي. أول ما زلنا من المطار رحت كيت كشري. أوه هلا بي نسينا. هذاك اللي يحط فيه آيس كريم. الدنيا مقلوبة على داليا مصطفى. القصيدة اللي هي بتقولها دي يا لهوي. بس احنا عرفنا انت حلوتي ليه، انت كده خلاص انت رسمي اتطلقتي. داليا ما تقوليش وتبصي في عينيا. عشان اركز وافتكر. عارف ليه؟ مش المفروض ان انا الزوجه اللي مطلوب منها انها تبقى مستنيه هناك؟ انفصال داليا مصطفى من شريف سلامه. بفاصل لما باجي اشتري حاجه لحد ما اطلع عين اللي قدامي. عمري ما غشيت بقى تصدقي. طب بصي جحيم تحت الماء. ايوه على ما غشت واخدت راحتها. ابتديتوا؟ لا. هو انت ما شفتيش الفيديو دي؟ عارفه لو قلبك يقع في رجلك. فيديو ايه دول؟ بنات وولاد بيتكلموا مع بعض بمنتهى البجاحه اللي انت مش متخيلاها. ما خطرش على بالك يوم تسال عني؟ برافو شيماء. عمري ما قلت له انا سقطت لك سنه دي، بس لو ما خدش باله ان انا سقطت له سنه. أزمة
حادة لمراكز غسيل الكلى تتفاقم يوما بعد آخر. ومن حاز على سرير فهو محظوظ بلا شك. والله العظيم كنت أحس إن المرأة هي أمي قاعد تقول لي أنا تعبانة I need to do my dialysis. يعني شيء أقول هذه المساكين ليش دي حياتهم. الله يرحمها يدتي كانت تعاني وكانت تسوي نفس الشيء اللي قاعدين نشوفها الحين. الوالد كان زاير هالمكان بصدفة وشاف الناس كيف ناطرة انها تغسل الكلى بالأشهر فكان هذا حافز لأبوي. يعني أنا لما دخلت من هالباب أول مرة وقالوا لي هذا غسيل الكلى شيء يرتله. سبحان الله حقنا إحنا القدر مشانا والله أراد لنا إن إحنا نسوي هالشيء. You know when you give somebody a little bit, yes. You give my hope for tomorrow. Before it looked like this, because more people are you disappear, not come again. فكرت الحين لو انا كنت مكانهم في هالوضع عايشته شلون كنت بتحمل. واذا مثلا انقلب علينا الحال الله لا يقول ان شاء الله لا يبدل علينا حال مثلا عيالي كنت شلون كنت بربيهم. اكيد قدوتنا امنا وابونا يعني ها اساس البيت مما تتربى شو المفاهيم المبادئ اللي يحطون فيه التاسس. انت شو بتسوي مو معناته انا في الامارات انسى الناس اللي اقدر اوصلهم. احنا نسوي خير بعد ترى يرد بالخير على بلادنا. هذا قسم من يوبورن جبنا لهم 30 جهاز من هذا. شوف هذا كان مفيد يعني هالقديم وهذا لك اللي شفتهم البيت هالجداد. هذا كله هنا يقعدوا ياخذوا كيمو ثيرابي. I just feel like I'm in my own home. هم بمبارك الفلاس. الحين هني احنا حافرين بئر ارتوازية مع مكان راحة لهم. إذا العائلة اللي أنت فيها ورابي فيها ويالس فيها صحية يعني الكون المحيط صار صحي. ما بالك أن أنت تساهم في شيء في الصحة يعني الله سبحانه وتعالى والله يبارك لك ينسد باب تنفتح أبواب. المواطن الإماراتي الطيب الكريم أحمد الفلاسي وزوجته وابنته. الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله على السلامة. تفضل شوفة أم محمد. أهلا يا شوفة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. تفضلوا. جدا بوجودكم معانا هنا في القاهرة. أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بالشرف. ثانيا مبروك. شكرا. ثالثا دي تاني مرة نلتقي. احنا اتقابلنا من يومين ثلاثة. نعم. من حسن حظنا. لا ده أنا المحظوظ إن أنا قابلت أنا المحظوظ اللي يعني بإطرائك هذا كان يعني سبب إن أنا أشكرك على سبحان الله يعني. لا أنا أشكرك على المقابلة بس أنت فعلك هو اللي خلى الناس تختار. اللهم لك الحمد والشكر. احكي لي بقى الموضوع من الأول من الأول لأنه أنت قلت أنه في كتير من الخير في حياتك عملته بالصدفة. كله صدفة. كله صدفة. كله صدفة. يعني مثلا المستشفى اللي في كينيا هو صدفة.
يعني أنا رايح لتأدية عمل، وبعدين انعزمنا في غداء، وبعد الغداء يأشر الحاكم يقول يعني كنا في منطقة إنه يراوينا احنا نقول المدخل مال مينا، فيقول البر الثاني في مستشفى أبا أوديكم لي أشوفوا شو كيف حالته، ونبغي من عندكم أنتوا تساعدونا. قلت له تمام. الباقين قالوا لا والله ما نقدر نروح لأن تغدوا وثقل عليهم وحيناموا. ثم لا أنا أروح الحين، يعني ما في ولا قسم عندهم قسم يعني تقدرين تقولين قسم طبي أو قسم يقدم خدمات طبية. يعني أنا ما أعرف الناس كيف كانت عايشة، ويعني ده في المدينة الكبيرة مومباسا، هي في قلب مومباسا، مش في أماكن نو نو نو. المستشفى هذا كان يعني شعار للموت عندهم، كانوا يعني كان تعبان جدا وما حد يجيه. احنا بالمصري بنقول الداخل مفقود. أيوة. يعني اللي هيروح المكان ده مش هيخرج منه. نعم. فبدينا من قسم الى قسم، وكل ما قسم اول شيء الامرجنسي، بعدين الولاده، بعدين الحروق والكسور والوردات. ما تاخذنيش سيد احمد الفاسي، انا السؤال ده سالته لنفسي وسالته نعم. كمان للقائمين على صناعه الامل. يعني ما فيش حاجه مشتركه بشكل يعني مباشر بينك وبين الناس اللي انت بتساعدهم دول. وانا حتى قلت في لا ما انا ما يعني انا حتى اون ستيج قلت انت في قاره تانية، انت بلدك في قاره اسيا ورايح افريقيا، دول ناس ما فيش اي صله قرابه بينك بالمره. انا ما اعرفهم، ما فيش مصلحه بينك وبينهم، يعني مش نازل انتخابات فهيصوتوا والله ما اعرفهم. ما انا متاكده. هو قول لي ايه الخاطر الاقوى اللي بالنسبه لك اللي خلاك تقول لا انا لازم اساعد الناس دول؟ ايه هقول لك، يعني كل ما شفوا اخر شيء يعني دخلنا الى قسم غسيل كلى، ومن دخلت قسم غسيل كلى اتذكرت انا ان امي الله يرحمها توفت بقصه غسيل كلى، وتوفت على الكرسي مال غسيل كلى، يعني بعد ما غسلت الكلى. يعني احنا عندنا في الامارات غسيل كلى متوفر في كل مكان، يعني المريض اقل شيء لازم يغسل الكلى مره او مرتين في الاسبوع. هم في مومباسا يغسل من مره الى يعني من يوم اليوم، اذا غسل اليوم يغسل بعد 6 شهور. ايوه الكليه تتدمر جسمه غالبا، هو مش هيلحق يعني مش هيعيش لحد المرة. انا لما كنت موجود في وفيه والناس يصيحون برا، يعني هذا باب غسيل الكلى وهنا ودخله ويصيحون. اقول لي ليش يصيحون؟ انا بشوف في فلوس. قالت لا متوفي توه، يعني لسه 7 شهر اني بيغسل. يعني هذيك اللحظه انا قعدت يعني مثل دقيقه صمت لنفسي، والله قلت انا الحين شو اسوي يعني باسرع وقت. وانا قلت يعني حق مدير المستشفى، قلت تجيبوا مدير المستشفى، فكانوا معانا هم هو الحاكم ولا، قلت له انا هذا القسم لازم اسويه باسرع وقت، انا بتحمل. قال لي بكلفه، قلت له مش مشكله، انا ام تيكينج ريسبونسبيلتي ان هذا القسم اعمله باسرع. والصوره هاي دكتور، هذا دكتور غسيل كلى، هذا ما توفى الله يرحمه، طبيب. ها هذا طبيب غسيل كلى، هذا هو مريض. ايوه هو هاي الاجهزه اللي انا سافرت اليابان وجبتها ليهم، هو قاعد يتكلم هنا يقول لي يعني انت انقذت حياه وبتنقذ حياة أمم من هالمنطقة هذه. وهو هذا مسكين يروح نيروبي من مومباسا إلى نيروبي 800 كيلو لأن عندهم جهازين قديمات، جهاز عطلان وجهاز شغال. تخيلي كم ألف وهو لازم يقعد على الجهاز ساعة أو ساعتين، كم يقدرون هم في اليوم 12 أو 10، وأن هالماكينة لازم يريحوها 17 دقيقة إلى 20 دقيقة. وخبرتهم انا قلت لهم الحين لازم انا اشتغل. فالحمد لله بديت اشتغل وسافرت وجبنا حتى ان يعني جبت ناس من اليابان. يعني انت سيد احمد كل علاقتك بالموضوع ان انت استكبرت انك تشوف الالم ده والله. وقادر تساعد وما تساعدش. أيوة انت حسيت انه انت مش قادر تقاوم. يعني صدق ان انا اقدر اساعد، يعني انا اقدر اسوي
وانا لو بايدي الحين اطلع كان انت تروحين البقاله تجيبي جروسري واجيبه واعطيهم اياه عشان هم والله سيد احمد من ساعة ما تواصلوا معاه صناع الأمل المبادرة لحد اللحظة دي بيتعامل مع نفسه مش على إنه فرد، لا بيتعامل مع نفسه على إنه مجموعة، المجموعة دي هي عيلته. نعم. يعني هو طلب إنه لما يتم تقديمه يبقى أحمد الفلاسي وعائلته، إنه يطلع على الستيج معاهم، إنه لما يعمل مقابلة لما يجي القاهرة عشان يطلع في برنامج في القاهرة تبقى عيلته معاه. أولا سعيدة بإحساسك الأسرة ده، ثانيا بسأل شيخة الابنة احكي لي كده عن التجربة، احكي لي عن والدك، انت اتخرجتي ولا لسه؟ انا اول شيء شكرا على الاستضافة وشكرا على الجو الحلو اللي شفناه. شوفي يعني انا احس كل حد يسألني شو انت قدمتي، انا احس كان درس لي اكثر ما هو شو انا قدمت، لان دائما يعني احنا كابناء يعني أنا خلصت دراسة الحمد لله واشتغلت، بس دايما لما تربين في عائلة وما يكون عندك عمل ما كنت أشتغلها كل وقت، أنت أدرس دايما توعين الصبح كل شيء جاهز، تحسين أن سريري بيكون جاهز بروح وبرجع الأشياء بتكون موجودة، ما تحسين بالنعمة تقولين هالأشياء ما بتتغير، يعني شو بيصير إذا أنا طلعت برا ورجعت. فرحلة مومباسا كانت درس و يعني فترة توعوية أكثر لي كإنسانة، يعني ربيت في بيئة الحمد لله هذا كله من تعب الوالد، يعني أنا ما كنت أشتغل فاك الوقت. أنت تتكلم على أنه والحمد لله أنتوا عايشين عيشة مرفهة، الحمد لله في ناس كتيرة بتساعدكم وايد، ربنا يديم الـ الـ اليسر اللي أنتوا فيه، يعني مش محتاج حاجة، مش قاعدة قاعدة براحتك زي ملكة زمانك صح. يعني بس هذا كله الفضل له بس والله سبحانه وتعالى، يعني الله يسخنه، بس الدرس اللي تعلمته الله لما ينعم عليك بنعمة أنت لازم توعين فترة في حياتك تعرفين شو حياتك، أنا حياتي بس أكل وشرب ولا شو الهدف من حياتي، يعني الواحد بيروح من هالدنيا يعني شو بياخذ معه، شو هدفي أنا في الحياة، شو الرسالة. فلما رحت هناك شفت أن في ناس عندهم أقل ما عندي بس دنيا عندهم أكبر مما عندي يا وايد، يعني حتى يعني واحدة قاعد تغسل كله وابتسامتها أكبر من ابتسامتي، شيء يخجل صح ولا لا؟ جدا. فوعاني وخلاني أشوف يعني أحمد ربي عن نعمة، ولكن الإنسان اللي عنده نعمة لازم ما يشوف الإنسان اللي ما عنده نعمة بنظرة ما بقول يعني حقارة بس يعني بإشفاق، لازم يشوف نظرة رحمة، لأن الله يعني هو اللي يسرنا هالدرب. وأنت دائما يعني مثل ما يقول الوالد صدفة، بس هي مش صدفة، هو يعني ريلة خذتها لهالمكان، ما يعرف شو الرسالة فيها بس يعني ريلة خذتها لهالمكان. فتعلمت يعني أن الواحد لازم يكون دائما رحوم. صحيح. أم محمد إمتى انضميتي لسرب زوجك في عمل الخير؟ يعني أخذ منك وقت شوية على ما أقرعك ولا لا كنتي من أول لحظة معي؟ أولا أشكرك على استضافتك. العفو. وأشكر الجمهور الكريم ما شاء الله على الترحيب. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. والله حقيقة إحنا بدينا الأعمال الخيرية من أول بداية زواجنا. من زمان؟ من زمان، بس على بسيط، كنا يعني نساعد المرضى، نساعد الإنسان المحتاج، شوي الدول القريبة من دولنا، الخليج مثلا او الدول العربيه القريبه منه، او في نفس ديرتنا في بلادنا بعد كنا نساعد. بعدين لما كنا نطلع برا نقول يعني الحين احنا انبسطنا شوي خلينا نروح نشوف شوي هالاماكن نستكشف، فرحنا الصين استكشفنا شفنا اشياء، قعدنا نساعد في الصين. بعد شوي رحنا كينيا، لما رحنا كينيا بعد شفنا اشياء في العاصمة، بعد حتى برا العاصمة كنا لما نخلص من المستشفى نطلع أماكن ثانية في القرى اللي ما حد يقدر يوصلهم، اللي ما حد يعرف عنهم أنهم موجودين، كنا نروح. إن أنتوا بقى تشتركوا في مبادرة صناع الأمل، أنا عارفة أن الموضوع أخذ منكم كأسرة مناقشة ويعني نروح ما نروحش، نوافق ولا ما نوافقش، إذا بيشاور عليك. هي ما كانت هي من ناحية دينية أم محمد يعني هذا القرآن ما تهدى من إيدها، إنسانة الله يطول في عمرها، ربت عيالي تربية صالحة ما شاء الله، عندي مهندسين وعندي
الله يطول في عمرها إن شاء الله ولا يحرمني منها بإذن الله. يا رب يخليك. أم محمد مثال للمرأة الصالحة. الله يخليك. شهادة. ده بيقولوا قدام ملايين الناس. خلاص. أخت منى يعني هي قصة صناع الأمل. أنا رايح بكل بالسر، هي في أشياء يمكن ما تعرفها. فاتفقنا مع مدير المستشفى أن نجيب ممرضات من كينيا ودكاترة نجيبهم إلى دبي نسقلهم في عدة أشياء ونرجعهم. فبعد يمكن ساعة ساعة ونص أشوف تلفوني أرقام مسلسلة. مرة أسكر، أنا كنت أكلم مدير الجوازات عن هذا، عن حنجيبهم واحدة أنت، أنا أشوفها يقول لي شو فيك، أقول لي ذبحنا التليفون طاق طاق وأنا مش حاط سايلنت يعني. قال لي شو الرقم، قلت لك كذا كذا كذا، قال لي هذا مكتب الشام، مكتب ما أدري مين. قلت له شو خصه فيني، أنا مقدم على أرض وفكرت الحمد لله الأرض طلعت لي. قلت الحمد لله اللهم لك الحمد. ربنا رزقك. الحمد لله طلعت لي الارض. خلاص انا بكره بمر عليكم. ده تليفون مكتب الشيخ. قلت له بكره ان شاء الله بمر عليكم. قالوا لي لا الحين تجي يا بنت الناس. قالت له الحين تجي. يفتح الباب مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صناع الامل. انا ما اعرف شو معناه صناع الامل. يعني اتحرى مكتبه الخاص وفي عده ادارات. فجتني الاخت منى وبعدين جاء الاخ سعيد وجت مهندسه اردنيه وقعدوا. انت كذا تعمل؟ قلت شو عملت؟ ما عملت شيء. شو السالفه؟ شو القصه؟ قالوا تعمل كذا وما تخبرنا. زين شو عملت انا؟ فهموني شو اللي عملته يعني؟ عملت شيء خطا؟ قالوا اللي عملته في كينيا. قلت لا لحظه شوي، اللي عملته في كينيا هذا بيني وبين رب العالمين، ما حد له شغل ولا حد يتدخل فيه يعني. وهذا عملته للشيء يعني، وانا ما احب اعمل يعني رياء او رياء نفاق. لا او نفاق لا يعني لو خبرتكم نفاق هذا. قالوا لا وما اعرف ايش، واحنا بنعطيك اسامي دك مفتين يعني مثل مفتي الازهر عطوني رقمه وعطوني مفتي في الامارات وانا عندي المسجد اللي كل مره اصلي فيه بعد هو من المفتين من سوريا كان وهو جابوا يأم المسجد. فسألت يعني عاد لما جيت حق ابو محمد قالت لا ما في امل يجوا ولا نخبر ولا حاجه. لا هاي بيني وبين الله صراحه شجعني الشباب التجار كل من يبي يساعد، الكل يبي يشارك، المواطنين المقيمين الكل يبي يشارك، الكل يقول بس دلونا الطريق نبي نساعدكم نبي نشترك. فقلت الحمد لله يعني ما ضاعت. بس مثل ما قالت الوالدة بعد ما تكرمنا وقبل ما يقولون من الفاز سبحان الله كل حد أصدقائي القريبين قريبين صديقتي من الطفولة كيف ما قلتي لي وشو صار هذا وهذا، يعني كل اللي حواليكم ما كانوش عارفين العمايل بتاعتكم. والله ما حد يدري. لا مسجات جيني أنا كذا يا أحمد كذا يا أبو محمد كذا يا شو فيه كذا ما تخبرنا ولما فزنا والله. انا اللي حامد ما ادري هذا يقول احمد انا من 20 سنه اعرفك، هاي يقول من 10 سنوات، هذا يقول من 5 سنوات اعرفك. انت مش راعي السوالف، انت مش صاحب هذا، انت غير يعني، انت سيارات وما اعرف ايش وهذا. سبحان الله يعني هم شايفين الجزء الدنيوي اللي هو الخيل والسيارات انما ما بيشوفوش الجزء الخيل. بس اكتشفوا ان بعدين ان احنا غير يعني في قسم وفي اقسام في حياه الانسان، ومثل ما قلت احنا كنا مسوينها قسم خفي لان محمد دائما تقول ان هذا الشيء صدقه السر تطفئ غضب الرب. وانا على فكره والله العظيم ما في مره اقول لك في الصين في هذا ان كل ما تسوي شيء تحس انك انت مثل الطاووس تمشي مثل الطاووس يعني تمشي على المي تمشي كانك والله يعني انا شخصيا احسها والله ده حقيقي.
أنا في صناع الأمل استعرت كده حكمة أو كلمة قديمة بتقول من فقد الأمل مات مرتين. صح. انتوا بتدوا أمل لناس إنه فعلا ممكن يبقى واحد خير، الناس تفتكره مجنون، الناس تفتكره بيبيع كلام، بس هو في واحد عدى من هنا وقدم خير لناس ما يعرفهمش، ده إحياء للأمل في الأنفس. فالحقيقة إن هو الموضوع كله متحوط يعني مظبوط وصح الصح، وأنا من أسعد الناس إن أنتوا دخلتوا مبادرة صناع الأمل مع غيركم الناس العظيمة اللي كانت موجودة. وأنتوا بقى طالعين على المسرح في 5 متنافسين، علي الغمدي ومحمد وناس كتيرة، وأنتوا طالعين على المسرح كنتوا يعني عندكوا شك كده أو يعني كنتوا متأكدين إن أنتوا هتفوزوا ولا لأ ما عندكوش أي أمل إن أنتوا هتفوزوا؟ والله أنا متأكدة إني ربحت يعني التجارة رابحة، متأكدة كنت اللي عملت يعني. وكنت أتمنى لأي واحد يربح يعني يسووا معنا المقابلة قبل ما نروح. قالوا لهم أنت إذا ما ربحت شي بيصير، قلت أنا ربحانة أنا مو بخسرانة، هاي تجارة رابحة. الحمد لله. وأنت يا شيخة؟ والله يعني أنا شفت الناس مسويتها، دائما لما تشوفين أعمال الناس تحس اللي أنت مسويتها ما لها قيمة. يعني كنت حاسه ان الاخرين عملوا خير اكثر ما شاء الله يعني كلهم، وحتى خواتي اللي كانوا معاي من كثر ما تاثروا مع ابو الايتام صوتوا حق ابو الايتام وصوتوا حق الوالد. انا صوت له علي. انت مش جنبي؟ انا صوت حق علي، وقلت حق علي لما قالوا احمد الفلاسي انا قلت له مبروك علي مبروك. والله انا قلت له مبروك تستاهل. كثر ما احنا متحمسين حقك. والله انا صوت حق علي بس الله يطول في عمره. قال لي احمد مش هو اللي فايز انت؟ قلت الشيخ يضحك معي، قال لي انت اللي فايز احمد، حتى بتشوفين في بعض هذا انه مؤشر ويقول هذول كلهم فوزوك لانك انت عنصر فعال في هالبلد. وقال لي يعني كل ما تعطي شيء قليل تعطي أمل أكبر، يعني تروح أماكن بعيدة تعطي أمل، يعني شيء صغير تسويه تعطيهم أمل في الحياة أكبر. بعد الاحتفال، مو شرط احنا بنسجل الحلقة دي، بعد يومين من الاحتفال جيتوا القاهرة، قولوا لي هتعملوا ايه في القاهرة، يعني جدولكم عامل ازاي؟ ده بره صناع الأمل. أول حاجة شيخة عايزة تعملي ايه في القاهرة يا شيخ؟ لا سويتها، لاني قاعدة اتوحم، فاول ما زلنا من المطار رحت كيت كشري. شو اسمه؟ ابو طاهر. طب غير الكشري، احنا ناويين نزور المستشفى مال السير مجدي يعقوب. مجدي يعقوب تعال معايا بقى. هو النهاردة دكتور مجدي يعقوب مع رئيس الوزراء الدكتور الأرض هتبقى جنبنا هنا، على فكرة هتبقى هنا في 6 أكتوبر جنبنا إن شاء الله. الرجل العظيم. احنا ناويين نزور مستشفى، وناويين نروح بني سويف نزور مستشفى الدكتور مجاهد. كل واحد منا انفرد بمبادرة، وكل واحد منا تعب في نفسه وتعب في حياته وتعب في المبادرات اللي يسويها، وكل من كل واحد منا يستحق الفوز. والله يطول في عمره يعني الشيخ محمد بن راشد هو صانع الأمل والإنسانية، ويشاركه في هالشيء أخوه وعضيد الشيخ محمد بن زايد، الاثنين هذيلا شركاء أساسيين في العمل. اولا بتمنى لكم اقامه لطيفه وسعيده مليانه بالكشري والمهلبيه. هو مهلبيه نسينا هذاك اللي حط فيها ايس كريم. انا عارفه عايزه مهلبيه بالايس كريم بالمكسرات. ماشي. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه انتم مع صناع الامل المرشحين كلهم قدمتوا نموذج طيب جدا وعظيم لفعل الخير. الحاجه الثالثه ودي كمان زاوية أخرى، أنه أنتوا نموذج مشرف للمواطن الإماراتي، نموذج مشرف لطريقة تفكير وتنشئة اللي تربى في بلاد زايد آل نهيان. الرقي في الأداء، الرقي في العطاء، الرقي حتى في التعبير. يعني أعتقد أنه أنتوا بقيتوا نموذج مشرف للمواطن العربي من المحيط للخليج. سعيدا بالقاهرة تستضيفكم بعد سنة.
الله يطول في عمركم ان شاء الله، ومشكورين وما قصرتوا. شكرا على الاستضافه، وانتم بلد الخير. نعم. وفيكم الخير. وانا يعني كلمه لكل حد يسالني شو تقولين حق الشباب، ان ما يوثقون الماده بالخير، الخير موجود كل مكان. اقل شيء تقدر تسويه في يومك الابتسامه، صحيح، تبعث الخير والامل في قلوب الناس. فها شيء وايد مهم ان احنا نشوف الخير موجود كل مكان في قلب كل حد. صحيح. انتوا بتبحثوا عن الاثر الطيب اللي تسيبوه في الدنيا، ويا بخت اللي عبر هذه الحياه وترك اثرا طيبا قليلا كان ام كثيرا. اسره احمد الفلاسي الفائزه بلقب صناع الامل لعام 2020 في مبادره مؤسسه محمد بن راشد اللي اعلنت نتائجها منذ ايام. سعيده بوجودكم معنا. عارف ليه؟ مش المفروض ان انا الزوجة اللي مطلوب منها انها تبقى مستنية هني؟ الدنيا مقلوبة على داليا مصطفى. عمري ما غشيت بقى، تصدقي؟ طب بصي، جحيم تحت الماء. ايوه، على ما غشت واخدت راحتها. بس احنا عرفنا انت حلاوتي ليه، انت كده خلاص انت رسمي اتطلقتي. داليا ما تقوليش وتبصي في عينيا. عشان اركز وافتكر. بفاصل لما باجي اشتري حاجه لحد ما اطلع عين اللي قدامي. خ خ خ خ هو انت ما شفتيش، الفيديو دي؟ عارفه اللي هو قلبك يقع في رجلك. فيديو ايه دول؟ بنات وولاد بيتكلموا مع بعض بمنتهى البجاحه اللي انت مش متخيلاها. لا 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 لا. قلت في ايه؟ قال لي اسمت. قلت له اسمت؟ لا انا مش عايز اعمل اسمت يا شيخه، انت تعبتيني. وكنت دايما انا وهي بشد وجذب مع بعض على طول طول المسلسل. ابتديته؟ لا لا ابتديته؟ لا 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 لا. وانا كنت هبله كده. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، يا طير في العلالي يا بلحهم دوا. لا ضيفتنا عشان تكون معانا في البرنامج، كان في دماغنا دورها كاسمة هانن، الدور اللي مسرته في مسلسل حوديت الشانزليزيه، لانه كان دور حلو جدا وهي قدمته كده باجاده ومختلف عن كتير من الادوار اللي هي قدمتها. كان هو ده اللي في ذهننا، وكنا بنفكر في الحاجات اللي هي هتقولها وفي المباراه اللي هتعملها مع شركتها في الحلقه. إنما ما بين ما اتفقنا إن هي تكون ضيفتنا لحد دلوقتي حصل حاجات كتير، على رأسها إن هي بقت ترند لمصر كلها. مصر كلها بقت شركتها في حياتها الزوجية، وعمالين يتوقعوا إيه الخطوة المقبلة اللي هتعملها في جوازها. مرة تانية، إحنا أساس الموضوع إن هي مثلت حلو قوي في حواديت الشانزليزيه. هو أنت يا ماما كل ما تشوفيني تقولي نفس الاسطوانة؟ طيب هل في راجل من البشوات اللي حضرتك عزماهم دول يقبل يتجوز واحدة زيي؟ ما بتخلفش؟ رياض قبل عشان بيحبني. هو مش غريبة إن أمك بتسأل بنتها بتعمل إيه عندها في البيت؟ ولا غريبة ليه؟ دي لو كانت أم أصلاً. أنت مش شايفة إن أنا أم؟ لا، أنا مش شايفك يوم. أقولك الحقيقة، أنا شايفك إيه؟ أنا شايفك أم قاسية، ما بتفكرش غير في الناس وبس. آخر حاجة بتفكر فيها أم بناتها. المهم الناس، المهم الناس شايفاهم إزاي؟ يا ترى الناس شايفينهم كل سنة؟ داليا مصطفى. من بعد ما عندكم انا بقالي كتير ما شفتكيش. شويه حلوين. مبسوطه ان انت معانا، مبسوطه جدا جدا، مبسوطه بدورك في حديث الشانزليزيه. لا لا، مضطره اسالك اول حاجه، في نيو لوك في الموضوع صح؟
مش نيو لوك ولا حاجه، بس هو انا خسيت قوي، بس يعني خسيت تقريبا 7 كيلو. فبدلوا بقى بني ادمه ثانيه صح؟ 7 كيلو في قد ايه؟ في زمن قد ايه؟ وازاي؟ يعني عشان بقى كل واحد يعرف صح؟ لا هو انا ماما لما توفت انا رحت مره واحده خسيت في يمكن في اسبوعين ولا حاجه توفت السنه اللي فاتت الله يرحمها ويحسن الله يرحمها يا رب. يعني ما كانش يعني مش خطه يعني هو جت كده بالعكس ده انا بحاول اتخن دلوقتي يعني عايزه اتخن شويه فاهمه بس انت عمرك ما كنتي اوفر ويت ابدا لا. عمرك ما كنتي زياده لا بس هو دلوقتي بقى غير الطبيعي زياده عن الطبيعي يعني الطبيعي يعني طول عمري سبب بلعب في 57 بتاع اعلى شويه او انزل شويه دلوقتي بقت كام 52 فكتير يعني كتير على طولي كمان صدقي ضايقتيني يا داليا انا كنت داخله ومبسوطه بيكي بس يعني 52 ده رقم يضايق قوي سخيف يعني ده رقم على الميزان ما بنشوفوش ما بنشوفوش يعني ما بنشوفوش خالص كنت بس بقول للناس احنا اصلا بنكلم داليا مصطفى عشان دورها الحلو قوي في حواديت الشانزليزيه مختلف شكلا ومضمونا وادائك فيه كان حلو جدا والتصاعد لحد نهايه المسلسل كان عظيم ده الغرض والله من ساعه بقى ما كلمناك لحد النهارده الدنيا مقلوبه على داليا مصطفى وقلت انه في 100 مليون واحد داخل بقى بيحلل لنا حياتها الزوجيه وبيحكي لنا الخطوات اللي هي بتاخدها يعني ايه اللي حصل يا داليا لا ده في افيه فظيع جدا في حد نزلت فوتو سيشن من كام يوم بس كده فقالوا بس احنا عرفنا انت حلوتي ليه انت كده خلاص انت رسمي اتطلقتي والله العظيم كل بقى التعليقات ان انت فعلا اتطلقتي انت صح اتطلقتي بس لا الحمد لله ما حصلش طلاق ولا اي حاجه خالص خالص هو بس كان فيديو نزل وبعض الصحفيين او الناس توقعت ان بعد الفيديو ده ان انا وكتبوا انفصال داليا مصطفى من شريف سلامه بس ما حصلش انفصال ولا اي حاجه خالص بجد يعني ايوه يعني هو الفيديو المفروض انه كان فيه شريف سلامه بيغني مع ممثله بيقدم معاها دور في لا هو مش بيغني هو راكب العربيه وجنبيه السواق وجنبيه واتنين ورا ممثلات وبعدين شغلوا اغنيه وبعد الاغنيه ديت بتقول له شريف او شيرو تقريبا حاجه كده فهو نايم هو رجعني التصوير نايم فعملها كده وكمل عادي جدا مفيش اي حاجه خالص النظره دي بقى فيها حاجه فالناس توقعت بقى ان النظره بس هو ما حصلش اي حاجه خالص هو بس كان او الناس توقعت انا ما اتكلمتش ما حصلش من عندي اي تصريح خالص هو كذب تاني يوم الخبر وكتب بوست كده على انستجرام انه احنا دي حب عمري ومش عارفه ايه وكلام من ده وبس انا يعني انا بصراحه ما اتضايقتش يعني حسيت الموضوع تافه قوي وعبيط انا بس اللي ضايقني وقتها فعليا انه انا اتحط ليه في الوضع ده يعني ليه انا اصحى على تليفون داليا هو انت انفصلتي عن شريف انفصلت ليه هو في ايه اللي حصل هو انت ما شفتيش الفيديو دي عارفه اللي هو قلبك يقع في رجلك فيديو ايه فيديو ايه اللي انا شفته فاهمه ده كله مسرب فيديو مسرب من شريف اللي هو يعني ازاي ده بس اللي هو القصه ان انا اتحطيت في الوضع ده وانت عارفه انا عمري في حياتي ما كان في شائبه في علاقتي انا وشريف فده اللي ضايقني ان انا يعني ليه انا اتحط في حاجه زي انا اكبر بكتير قوي من ان انا حد يكلمني او اتحط في مع صحفي ويقول لي حصل كذا ومين دي يعني افهم الكلام ان انت يعني اخذتي شريف على الفيديو ده هو ملوش ذنب صدقيني يا منى خالص 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 يعني هو يا عيني حتى لو شفتي الفيديو هتحسي انه مصدوم اللي هو اتخض اللي هو ايه ده يعني هو مش هو لا شريف لا بتاع سوشيال ميديا ما عندوش اصلا ما بيهتمش بالسوشيال ميديا ما بيهتمش بالحاجات دي هو نفسه اتصدم لما شاف الفيديو بعد كده يعني هو ما توقعش ان حاجه زي ديت لاني عاده احنا بنسال بعض اللي هو ممكن انزل الفيديو ولا مش ممكن انزله يعني لما اجي اصور معاكي لازم اسالك فاهمه فهو نفسه اتخض لانه ما تخيلش انه ده هينزل هو فجاه لقى نفسه في فيديو لطيف الدنيا اتقلبت عليه بالظبط يعني هو قال لك مثلا يعني حقك عليا انا ما كانش يعني ما كانش قصدي ان حبيبي قال لي كده قال لي ما تزعليش انا ما قصدتش خالص وانت زعلانه قلت له انا مش زعلانه منك خالص انا زعلانه بس من السيتويشن نفسه
ان انا اتحط في موقف زي ده، انك تبقي مضطره انت ربنا يديم عليكي، انت قاعده انت عايشه حياه اسريه هادئه من سنين، ان انت مضطره تكلمي الناس كلها وتقول لهم يا جماعه احنا كويسين. بالظبط، مش في دماغك انه ده يحصل. وعمري ما توقعت ان انا اتحط في الموقف ده. ده حاجه بسيطه وبتعدي. بالظبط. في اكتر من كده وبيزيد. ياخد باله بس من الفيديوهات. لا بس انا اللي بنبهر بالثقه اللي الناس بتتكلم فيها، يعني ده الناس يعني بيتكلموا على ايه، لا ده هم انفصلوا بس لسه ما سجلوش يعني عارفه في ثقه كده، ما اعرفش ازاي بتجيب الناس الثقه دي. هم انفصلوا بس مش متصرح ان احنا لسه اتفصلنا. ده دي مقوله شائعه جدا ان احنا فعلا انفصلنا بس ما فيش حد. انا طول الوقت بتمنى لك حياه اسريه هادئه تليق بنظرتك انت وشريف سلامه. انتوا من يوم ما اتخطبتوا والناس كانت كلها شاهدة على قصة حبكم وخطوبتكم وجوازكم، غالبا انتوا قررتوا قرار انه انتوا مش أسرة فنية، لا انتوا أسرة عادية جدا زي اي اب وام واولاد عايشين في تحت سقف واحد. دي حقيقة، احنا عيلة لا تمت الصلة بالفن، يعني احنا بنقعد بجد في البيت مفيش ما بنحسش ان انت ممثل وانا ممثلة ولا حياتنا الأسرية بروح كده لكل الناس تتكلم فيها ولا الكلام، مفيش الكلام ده خالص خالص يعني خالص، لا تماما يعني. ده ما يمنعش انك مثلتي حلوة قوي في حواديت الشانزليزيه. احكي لي عن دورك اسمك هانم. بصي انا بعشق الدور ده، بحبه قوي قوي. بالمناسبه انا لما جالي الورق، هو جالي بصفتنا اصدقاء انا وايمن سليم، بعت لي الورق فما كانش لسه في شركه انتاج ولا اي حاجه، فبعتولي قال لي قولي لي رايك. فلما قريت الورق ما صدقتش ان هو اول مره يكتب بصراحه. كتابه في يعني فيها حساسيه بشكل، وبعدين هو عنده حته كده في الستات بيحس جدا جدا بالستات بشكل مش طبيعي، وباحاسيسهم الداخليه اللي هو صعب راجل يفهمها. يعني ولد صعب شويه. فلما قريته قلت له انا مش قادره اصدق ان ده اول عمل ليك، برافو، وبسطت قوي. قال لي اسمت. قلت له اسمت؟ لا انا مش عايز اعمل اسمت. فراح قال لي ليه؟ قلت له لا اسمت يعني شبه اللي انا عملته قبل كده، والطيبه والمغلوبه على امرها، وي انا عايزه حاجه يعني خرجني من العبايه دي. راح قال لي صدقيني هتبقي حاجه تانيه خالص، هتشوفي اسمت. وكان لسه بدايه الورق، ما كانش كتب كله. فلما كتب بقى وقريت، فانا توقعت من القرايه دي بعد كده ان اسمت دي هتمس كل ست في مصر او في الوطن العربي، انها ست بتحب بيتها جدا، بتحب جوزها جدا. في جمله حتى شهيره بتقولها وهي بتقتله، بتقول له انا استنيتك، استنيت دخولك من الباب، استنيت كلمه حلوه ليا، استنيت اكلك وشرب، استنيت. عارفه الست اللي بتستنى هي مدى، هي طول حياتها هي قاعده مستنيه رضاه بس. واللي خلاها قتلته ان هو قال لا هي خلاص، هي خدت السكينه وخلاص. لما قال لها استني يا اسمت، اللي هو انت بتقول لي استني تاني، فهي وقتها ما حسيتش غير انها السكينه بتتضرب في قلبها. عشان استني اخر شخص كان ممكن اللي متابعين المسلسل يتخيل ان هي تقتل. تقدم على ده. لا يمكن. الشك ما جاش ناحيه اسمت اصلا خالص. ان دي ناعمه جدا وبريئه، الزوجه اللي بيسموها صبر الجمال، اللي هو تصبر بس ممكن الموضوع ينتهي بانفجار كان زي ما حصل جريمه قتل. بالزبط. خلينا نشوف مشهد اسمت وهي بتقتل جوزها في حواديت الشانزليزيه. اسمت مش قادر تتصور اللي انا هنا. عارف ليه؟ مش المفروض ان انا الزوجه اللي مطلوب منها انها تبقى مستنيه هناك؟ هو ده الدور اللي انت رسمته لي، وانا عملته براعه. قلت لي استنيني يا اسمت، وانا استنيتك. نفسك
وجودك الممل في البيت استنيك كتير لحد ما نسيت انا مستنيه ايه. اسكت انا بموت. الزمن والازياء اللي في مسلسل حديث الشانزليزيه. بصي بمنتهى الامانه سبب ان انا ممكن اكون كويسه في المسلسل ده بجد هو سبب ملك ذو الفقار وتامر اسماعيل مهندس الديكور. انا فعلا كنت بدخل كل يوم اقول تامر ربنا يخليك ليا ربنا يخليك يا ملك. انا من الممثلات اللي ان العوامل الخارجيه بتاثر عليا جدا جدا. لو انا لبسي وشكلي مظبوط والديكور اللي انا شايفاه حواليا بيهيئ لي الحقبه دي او الزمن ده بطلع بحس بيه بجد. وده اللي حصل بالفعل. يعني انا حسيت ان انا في الخمسينيات بجد وكنت فعلا فعلا اكتر ممثله. وملك كانت بتقول وكتبت ده مره بوست ان اكتر ممثله تعبتني واحنا بنصور ده ليا مصطفى حقيقه. لان انا لكوات الفتله طالعه الفتله ولا ملك لا الفتله تقول لي داليا مش هبينه ولا لا اصلا نمكيه جدا جدا لاقصى الحدود. يعني لو في شعرايه طالعه كده اللي هو لا لازم الشعرايه تبقى مظبوط مش داليا بقى. يعني مش داليا يعني انا لو في بيتي عادي بنعكس شعري والبس تريننج وانزل يعني مش نمكيه في الحياه يعني لا بس في التصوير نمكيه بشكل مستفز ومبالغ فيه. وفعلا وكنت انا بقولها ملك لما ينزل المسلسل هتيجي تشكريني فتقولي يا شيخه انت تعبتيني. وكنت دايما انا وهي بشد وجذب مع بعض على طول طول المسلسل. بس فعلا لما نزل المسلسل كان يعني هي دايما بتقول داليا اكتر واحده مبينه الفساد. انا كنت ادخل لها فردلها الفستان أيوة. وانا قاعده وانا بصور مستنى ازرق فاتح كده كان جميل. هي كانت عامله ملابس يعني بصراحه بشكرها جدا جدا هي وتامر على المجهود الاكثر من رائع اللي وصلني للمرحله اللي الناس شافتها دي بجد. يعني انبسطتي في في في, في تصوير المسلسل ده وفي تنفيذه قوي قوي. عارفه لما تعيشي فتره انت نفسك تعيشيها بالرقي ده وبالشياكه دي. وللامانه اللوكيشن نفسه كان كده. يعني اللوكيشن نفسه المخرج مرقص عادل وكاست الانتاج كله واحمد فتحي الدي او بي كل الناس كانت راقيه جدا في تعاملها. ما كانش في صوت عالي ما كانش في هزار الهزار في حدود المعقول بلطافه. تحس ان احنا كلنا كنا عايشين في الخمسينيات في الفتره دي بالاداء كده بالاداء رايق. بجد بالاداء رايق. العمال حتى العمال بتوع الاكسسوار لما كانوا بيدخلوا يغيروا حاجه انا ما شفتش كده بصراحه. يعني انبسطتي اكتر في حديث الشانزليزيه ولا الكبريت الاحمر؟ ده حاجه وده حاجه. الكبريت جرمين هقول لك جرمين ايه بالنسبه لي. كل واحد في الدنيا عنده اتنين عنده شخصيتين صح؟ صح. في الشخصيه الطيبه وفي الشخصيه الشريره. انهي بيتغلب عن التاني هو ده اللي مهم صح؟ انا بشوف داليا في الحياه الطيبه اللطيفه اللي بتتعامل مع الناس كلها بلطافه جرمين النقيض بتاع داليا النقيض بكل المقاييس. هي متعاليه جدا مغروره قوي شايفه نفسها حلوه قوي مبسوطه بكلام الرجاله الحلو ليها ودي كل ست طبعا بس يعني هي عندها زياده شويه. انا حبيت اللي انا مش قادره اعمله عملته في جرمين. فاهمه اقصد ايه؟ اللي انا مش قادره اتعامل بيه مع البشر الاجريسيف المغروره اللي عامله كده اللي بتعامل الناس بمنتهى التعالي اللي بتحب نظره الرجاله. نفسي اعيش الحاله دي نفسي اعيش الحاله دي فلقيتها في جرمين.
فاهمه؟ فحبيت جرمين، انا بحب جرمين قوي قوي بجد يعني. وفي مشاهد زي المشهد اللي انتي منزلاه ده، المشهد ده من احب المشاهد لقلبي بصراحه. انا همشي واسيب البيت ده. مالك بتبصلي كده ليه؟ انا مش طايقك، مش طايق نفسك، مش طايق شكلك، مش طايق وشك. ابعد عني، انا ما اعرفكش انت كده. انا بحبها بحبها بحبها، وهاخدها وابعد عن هنا. مش هبعد عنها تاني ابدا، هبعد بعيد عن البيت ده. انت ابعد عني، ابعد عني. الليلة دي أنا ما نمتش فيها، أنا قعدت أعيط طول الليل في وأنا نايمة، مش قادرة أصدق. خلق يا لهوي. أنا سمعت بقى مرعوبة. سمعت إن سليم أنتي معذباه. بصي مين في الفالنتاين يا سلمى؟ الولاد هتتبسطوا ولا لأ؟ شفتي؟ شيماء ابتديتوا؟ لا لا ابتديتو؟ لا لا. مين اللي اداكي الأداء ده؟ دكتور جلال اداكي الأداء ده؟ سمعت بقى إن أنتوا زمان كنتوا مقطعين شعر بعض ومتخانقين على طول. عشان أنا غلطت، مفيش حد عاقل يقول اللي انا قلته. اختك شغاله غش، الله ينور. ماشي، جحيم تحت الماء. ايوه، على ما غشت واخدت راحتها. انا ما بيتبلش في بقي فوله، ببص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه. مين قال لك كده دلوقتي؟ الام بقى قد ايه هو دور ممكن في البيت الحقيقي، يعني قد ايه انت يعني واثقه جدا من كل خطواتك في الامومه، او متلخبطه لانه دلوقتي الجيل الجديد مختلف، التكنولوجي مختلفه، يعني متلخبطه ولا كلك ثقه؟ اقول لك حاجه، انا طول عمري ماشيه وكل ثقه وحاسه ان انا هيركليز، مفيش كده يعني. انا سلمى كبرت بالنسبه لي بالظبط من 4 ايام بجد، انا بدون مبالغه انا بتعامل مع بنتي انها طفله لحد 4 ايام بالظبط. عندها 13 سنه؟ اه 13 سنه. انا الليله دي انا ما نمتش فيها، انا قعدت اعيط طول الليل في وانا نايمه، طول الليل انا بعيط بجد. دخلت عليا، انا عارفه لما تحسي بنتك من طفله فجاه بقت مادموزيل، مادموزيل بمعنى الكلمه مش هزار يعني. لقيتها دخلت عليا بشيء كده جديد اسمه حاجه هاوس، مش عارفه ايه هاوس، ماجيك هاوس، مش عارفة. حاجه هاوس كده، حاجه يعني طالعه ده لعبه ولا ابلكيشن ولا ابلكيشن عامل زي الواتساب كده، او يعني اللي هو بيكلموا بعض عليه 8 مع بعض، 8 بيتكلموا سوا. شات، حاجه من حاجات الشاتنج. بس تليفون بيتكلموا سامعين بعض. بارتي هاوس. زي بارتي هاوس كده، بس اسمها حاجه ماجيك هاوس تقريبا. حاجه كده. سامعين وشايفين. بيبقوا كلهم مع بعض شايفين بعض بالظبط. دخلت عليا قالت لي مامي اسمعيني كده وانا بتكلم، خليكي معايا. قلت اوكي. ده كان امتى؟ 4 ايام؟ لا، كان في الفالنتاين، بعد الفالنتاين بكام يوم. فقلت لها اقعدي يا حبيبتي قول. فانا بسمع، قالت لي بسمعي بس. فسمعت اللي عارفه، مش قادره اصدق، عارفه اقسم بالله ما قادره اصدق الحوار وانا بنتي بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله متربيه. يعني انا قعدت 6 سنين من عمري بربيهم. ينفع اقولها على الهوا؟ لا، سمعت ايه؟ ما يتقالش على الهوا يعني، معلش. كلهم قد بنتك 13 سنه. بس والله ما اقدر اقول. طب الحوار عن ايه؟ هو انت كنت فين في الفالنتاين؟ فقالت لهم كنت في البيت. واحدة صاحبتها راحت قايله لها ايه؟ بصي مين في الفالنتاين يا سلمى؟ ايه ايه ايه؟ بصي مين؟ فراحت قالت لها بصي مامي، هبص مين؟ انا ما خرجتش من البيت اصلا، عادي جدا. لا ده في كوارث ثانيه. طب وانت بقى معلش قولي لي كده، انت طبعا المفروض انك ساكته عشان ما يبانش صوتك. ده انا وشيماء. انا قولي لي الرياكشنات بتاعتك كانت عامله ازاي؟ انا فضلت سامعه شويه كده وبعدين شيماء يعني انا مش عارفه اتصرف. فتعالي انت. فجت اختي قعدت جنب، يعني قعدت كده وانا جنبها كده، وسلمى قاعده زي كده وبتتكلم عادي وعماله تهزر، وانا بص لشيماء قالوا يعني اعمل ايه؟ يعني ايه رد الفعل اللي المفروض انا اعمله بقى دلوقتي؟ طب هل اتخانق؟ ما هو ما ينفعش اتخانق، ده هي اللي داخله لي بالموبايل وبتقول لي مامي اسمعي احنا بنقول ايه؟ يعني عادي. طب ما اتخانقش، طب ما هو ده هيبقى عادي، ما هو مش عادي، ما هو اللي بيتقال ده مش عادي، واولاد وبنات. يعني انت فاكره المكالمه دي ما بين بنات بس؟ يعني هقول ماشي ممكن. دول بنات وولاد بيتكلموا مع بعض بمنتهى
البجاحة اللي انت مش متخيلاها. بجد عملت ايه؟ قعدت اعيط بقول لك، وكلمت الشريف قلت له الحقني انا سلمى كبرت النهارده، هو مسافر فراح لي يعني ايه كبرت النهارده؟ قلت له يعني حصل واحد اتنين انا اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه؟ فراح لي كلمي منال. قلت له اكلم منال اقول لها ايه؟ اكلم اختي. تلاقي منال بتعيط لوحدها في البيت عندها على فكره مش عارفه تعمل ايه؟ انت بتتكلمي في ثانيه اعدادي. لا ليكي حق تتخضي. ثانيه اعدادي وكل الناس لازم تتخض ولازم كلنا نتعامل مع اولادنا بحميميه صحيح، انما كمان بحرص، وانه دايما طول الوقت حرام الخطوط تبقى واضحه مش داخله في بعضها. انا الولد عندي بسم الله الله اكبر الله اكبر زي الفل. البنت اللي انا مرعوبه، يمكن انا سمعت بقى مرعوبة. سمعت ان سليم انت معذباه قوي صح؟ مش معذباه بس يعني برضو ليكي منطلق. لا قولي لي بقى سليم هو اصغر من البنوته. بصوا يا بنات قولوا لي لما تيجوا تتجوزوا راجل اوكي هتتبسطوا بيه قوي لما يكون بيغسل الاطباق بتاعتكم، بيساعدكم في المطبخ، بيكنس، بيغسل ولا لا؟ الولاد هتتبسطوا ولا لا؟ شفتي 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 بيعملوا ايه؟ انا ما كنتش عايزه كده، انا عايزه ابني لما يجي يتجوز واحده اي نعم انا كرهها من قبل ما اشوفها، يعني انا مش انا من سمر حما اوريدي يعني مش هسميها اسم كده بقول لك عليه بعدين. اوكي بس انا كرهها قبل ما اشوفها. بس انا عايزاها تدعي لي، ما تدعيش عليا. يعني انا الولد بخليه يغسل اطباق، ممكن يغسل هو اكتر من سلمى بكتير، بينظف البيت كله اوضته انظف اوضه في البيت بجد. طب هو سؤال، شريف سلامة موافقك في انه الولد لازم يتعلم كل الحاجات دي؟ طب وده عظيم جدا، مش مختلف معاك يعني، مش معترض خالص على الموضوع ده. بس هو احنا مشكلتنا في مصر ان الام بتربي ان البنت قومي اغسلي، قومي اعملي، قومي شيلي، قومي شيلي، قومي هاتي لاخوكي الاكل، قومي اعملي ايه لاخوكي. لا على فكره ده عظيم. يا ريت شريف سلامه في المعهد صح؟ في سنه اولى. في سنه اولى واتخطبت اول ما اتخرجت على طول؟ لا اتخطبنا واحنا في المعهد. والله اتخطبنا في سنه رابعه تقريبا، بس كنا بنحب بعض طبعا. من تاني سنه في اولى، احنا سقطنا اول سنه. انتوا ايه؟ سقطنا اول سنه. انتوا الاثنين؟ لا ده في سنه سقطت له انا بعد كده، يعني في سنه اعتقد ثالثه. شايفاكي على فكره ست عاقله جدا وجامده وملمه بالاسره، ايه اللي انت عملتيه ده بقى؟ كنت بشتغل سنه اولى، انا كنت بشتغل قوي، وكان احنا عندنا اربع مواد تعيد السنه لانهم عملي زي طب كده. فكان وده كان ايه في بعد اذنك الدكتوره سميره، هقوله بعد اذنك. دكتوره سميره محسن. دكتوره سميره محسن ودكتور جلال الشرقاوي بعد اذنك. يعني انا في سنه اولى وزي وشاطره، انا كنت شاطره جدا على فكره. فانا وكنت ساذجه قوي، عبيطه قوي. فالمهم كنت على خشبه المسرح بعمل المسرحيه، وراحت الدكتوره سميره راحت قالت لي تعالي، مين اللي اداكي الاداء ده؟ دكتور جلال اداكي الاداء ده؟ قلت لا، دكتور جلال ما جاش من اول السنه. بمنتهى البراءه راحت قالت لي ما جاش من اول السنه؟ طب يا حبيبتي اقعدي السنه الجايه عشان تخليه يديكي السنه الجايه. سقوط طخ على طول، عشان انا غلطت، مفيش حد عاقل يقول اللي انا قلته قدام. حقيقه حقيقه ايه؟ في حاجات ما بتتقالش على فكره. ولا سقطتي بسبب حاجه تانية وانت كنت بشتغل برضه؟ يعني بصراحه. السنه الثالثه شريف ما كانش ليه مزاج يتخرج، يعني اتخرج اعمل ايه؟ لا مش عايزه اتخرج يا حبيبي، يهديك يرضيك. لا سقطت مادتين النظري، وعدت معاه السنه، هسيبه لوحده يعني يا منى؟ انت شاطره قوي، صعب عليا. شاطره قوي، شاطره قوي. ايه الشطاره اللي انت فيها دي؟ يا شاطرة قوي والله، صعب عليا، صعب عليا اسيبه لوحده. بصي انا كنت موافقاكي في حاجات كتيره في اللي انت قلتيه، بس لحد كده وكفايه. طب استني بس، قولي انك بتستخدمي السنه اللي انت سقطتيها له دي يعني في وانت بتستعطفيه مثلا، تقول له ده انا اللي سقطت لك سنه؟ يعني قولي لي ان انت يعني عمري ما قلت له انا سقطت لك سنه دي، بس لو ما خدش باله ان انا سقطت له سنه
شاطره يعني ناجحه ناجحه يعني لكن الجميله سقطلك سقطلك سنه في حالها من عمري. الله ماشي. المهم انه الحمد لله اتخرجوا واتجوزوا وكل الحاجات دي عدت. دلوقتي احنا لما جينا نعمل تحدي ما بين داليا مصطفى وما بين طرف اخر كان الاختيار بالنسبه لها محسوم، اختك شيماء. ليه بقى؟ هي اقرب الناس لقلبي طبعا. ما كناش اصحاب خالص تماما واحنا صغيرين، بس لما كبرنا ماليش غيرها دلوقتي يعني بعد امي ماليش غيرها خالص، هي واخويا لكل بعض. يا رب. اخويا طبعا بيخاف من الكاميرا جدا رغم ان هو ستايلست يعني، بس لا يمكن يقف قدام كاميرا. اختي ما عندهاش رهبه تماما، جريئه جدا، ودايما كنت اقول لها انت اللي كان لازم تطلعي ممثله مش انا خالص خالص. خلينا نبتدي التحدي مع شيماء. انتوا اتنين دوني بروفيل؟ ايوه بروفيل كده. لا مش شبه يعني، في شبه بس يعني انا ما بشوفش في شبه ولا أنا. بس اقول لك حاجه، يمكن انا شعري اصلا زيها كده اسود ليل يعني اسود اسود ممكن فممكن يبقى ده لما بيبقى شعري بالصبغاء الطبيعي بتاعه ببقى كوبي بيست. داليا هي اختك الكبيره صح؟ سمعت بقى ان انتوا زمان كنتوا مقطعين شعر بعض ومتخانقين على طول. ما كنتوش متفقين يعني؟ لا هو يا حرام هي معذبه مني. ليه بقى؟ لا هي كويسه انا يعني هي انسانه طبيعيه، طبيعي تبقى زهقانه مني لان انا كنت ما بعملش حاجه غير ان انا اقلد هي بتعمل ايه وانا اقلد زيها. بس فرق قد ايه ما بينكم وبين بعض؟ يمشي سنتين تلاته سنتين وشويه تلاته كده. بس انا يعني شايفاها بالنسبه لي هي الموديل بقى، عارفه انا يعني عايزه تبقي زيها. اختك الكبيرة عارفه دايما عايزه البس زيها. ايه ده انت وشك ابيض ازاي؟ عملتي ايه؟ ايه ده شعرك بقى ناعم ازاي؟ عملتي ايه؟ بس مش ترابل ميكر بتقلديها بس؟ لا مش ترابل ميكر خالص، بس انا بحب يعني اشوفها هي عامله ايه كده واعمل زيها. بس ده زمان واحنا صغيرين، وبعدين كنت احب دايما اخرج معاها مع اصحابها يعني حرام هي عايزه تخرج تشم نفسها لوحدها. لازقه؟ لا طبعا لازقه. ينفع يعني ينفع تخرج من غيري مثلا؟ لا ما ينفعش. لازقه جباره. طيب دلوقتي انتوا لما هتتحدوا بعض مين اللي هيكسب؟ عيب بقى انا اكيد اكيد اكيد. لا اكيد انا انا وانا انا اللي باقيه لك على فكره، انا اللي هجي لك كتير بعد كده. ايوه على هي خلاص انا قلت الشخص كويس مش كده معايا في ايه داليا ماشي انا قولي شريره اختي دي مش عارفه في ايه. طيب اللي هيفوز هيحكم على التاني بايه؟ هي لازم تقعد مع اولادي عشان تخرجي. عشان اسافر مش اخرج. انا نفسي تقعد اقعد خمس ايام كده. لا خمسه كتير اعملهم اربعه. لا بقول لك اعملهم اربعه. انا ممكن اقعد شهر بس مش مع علي يعني اقعد 100 سنه ده مش مع علي. نسمه ملاك. بصي علي ده مسمع يعني، ده حتى الشريف جوزها طلع في البرنامج بيتكلم على ابني وعلى شقاوته على نخت مراته. اللهم يعني رهيب رهيب شقي. لا خلاص فهي لازم تقعد معايا. داليا هتقعد مع ابنها يومين هتبيبي او يعني او او علي هيروح يقعد عندك عندي نورني. ولو داليا ولو انت كسبتي برضو تقعد مع علي. لا 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 انت كده ناويه انت كده ناويه برضه اقعد معاها. هنشوف هنشوف. اول لعبه سهله جدا ايموجيز لافلام ونشوف مين اللي هتعرف الاول. اللي تعرف على طول ما تستأذنش تقول وتاخد نقطة. طب ماشي. ايه يا جماعة ده؟ ابي فوق الشجرة. انتي غشيتي طبعا. لا طبعا لا طبعا مش شخصيتي اصلا. نار. ايه ده؟ تحت. ايوه نار مطر. نار حب تحت النار تحت المطر. ايه نار تحت نار المطر تحت. ده ايه ايه اقري التاني والتالت. نار التاني والتالت. ما هو تحت. ايوه مطر. لا ده مش مطر. نار تحت الميه. ايه نار تحت الميه دي؟ مش عارفه. نار تحت. انا ضايعه على فكره في الفوازير دي. نار وتحت ودي تحت المطر. ايه دي مطرة صعبه جدا. طيب الاخيره الماء. نار تحت الماء.
فيلم بقى، فيلم معروف. ده قديم ولا جديد؟ قديم. طب بصي، جحيم تحت الماء. ايوه، على ما غشت واخدت راحتها. معروفه هذه، معروفه. انا وحشه جدا في الحاجات دي. والله جمهور عظيم، انا مش عارفه لولاكم ما كانوش خلوا ولا حاجه. ولا جمله ولا الهوا. اللي بعده، اللي بعده. ايه؟ جنة الشياطين. جنة الشياطين مش دي جنة برضو؟ لا دي لا. شجرة. شجر الشياطين. حديقة. في حاجة الشياطين؟ جنين. أيوة الأولى دي مش جنة، الأولى دي إيه؟ نخلة. النخلة موجودة في إيه؟ أرض. أرض الشياطين. أرض الشيطان. الأرض دي ده بتاع عادل إمام؟ لا. أيوة عادل إمام. صح؟ ها؟ جحيم. لا استنى، في حاجة اسمها عملها الشياطين. انا مش عايزه ابص عشان انسى. وبعدين ده شيطان واحد مش شياطين. بس ما تبصيش والله عشان خاطرك انسى، انا بس ببص لهم. جنة الشيطان. جنة الشيطان. لا 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 مش ممكن. انت قافلها عليا، انت قافلها عليا جامد. قولي قولي قولي. طب لو قلنا انه الاولانيه تبقى جزيره. جزيره الشيطان. لا والله انا فاكره لعلمك، انا عارفه الفيلم، انا قلت لها ده بتاع عادل امام ويسرى. استنى بصي، صعب قوي. طب هدولنا فيلم اسهل شويه. حرام عليكم بجد. لا صعب. حرام علينا. صعبين دول، صعبين والله صعبين. انتوا عارفه لو انت مركزه في تحلي مش تركزي تغشي كنت هتحلي على فكره. يعني انتوا قعدتوا واخدتوا حاجه احنا مش هنحل على فكره. سهل. طب ان شاء الله هرجع تعرفوا. يلا حط لهم فيلم كده ايه يتقري بسهوله. يلا. ايوه ده نفس البتاع اللي انت لغيتيه اول مره اهو. بس دي سهله قوي، ما حدش يقول امريكا شيكابيكا. لا امريكا شيكابيكا. طب طب ايه قروا تاني واحده. فلاح ده ولا ايه؟ لا صعيدي في الجامعه الامريكيه. ايوه اخيرا الحمد لله. ايوه كده لما قررتي الجامعه. والله برافو. صعيدي في الجامعه شطوره. دي سهله دي الحمد لله. اللي بعدها لما قررتي ده بنتك انت عارفه. اول لايف ماين يعني. اها سمك لبن تمر هندي. طب برافو عليك يا فنان. سمك من غير ما بوظتي. تمام. ده كان اخر فيلم اللي معانا. الحمد لله. طيب. الحمد لله. يا ابويا ده كنتوا الاثنين الحقيقه يعني اكتر من رائع. هنقول ان انتوا ما كنتوش متاهبين، ما كنتوش جاهزين. انا اللعبه اللي بعدها جدا في الفوازير دي. هنشوف التعامل. انا هقول الجمله كل واحده تتكلم عن نفسها. عن نفسها عشان نشوف الفرق ما بين الاختين. اوكي ماشي. انا ما بيتبلش في بقي فوله. داليا مش شيماء. انا هي 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 ما شاء الله عليها. بحر اسرار من جوه. انا لازم تقولي لي ما تقوليش. داليا ما تقوليش وتبصي في عينيا. عشان اركز وافتكر. لان انت لو ما قلتليش هقول عادي جدا. يعني تفضلي تفوقيها كده. انت بصلي ومركزه. هي بتعمل كده. داليا ركزي. داليا اقول تاني. عارفه لان مثلا ممكن اقول لها الحاجه بصي حصل كده كده. بصي ما تقوليش. الاقيها عادي جدا وانا موجوده. مش مثلا حتى وانا مش موجوده تقلق مني. لا على فكره دي طيبه برضو. بعيط بسرعه جدا. انتي جامدة. انتي عيوطة. عيوطة قوي. عيوطة قوي من واحنا صغيرين. ما بعرفش احوش اطلاقا. نفس البيت انتوا الاثنين. فاينانشال بلان عندنا. منظمة جدا في حياتي. نو يس. سايبها كده. ليه؟ زي ما تيجي تيجي. ليه مش منظمة خالص؟ سايبها كده. يعني عمري ما حطيت تراك كده اللي هو اعمل كذا واعمل الخطوه اللي بعديها كذا. لا خالص سايبها كده زي ما تيجي تيجي. بفاصل لما باجي اشتري حاجه لحد ما اطلع عين اللي قدامي. لاي مدى بقى بتفاصلي يا داليا؟ انا ومودي. يعني ساعات مودي بيبقى جايبني فصال غباوه يعني. وساعات لو قال لي على ده مثلا 100 جنيه بقول اوكي اتفضل. بتستمتعي بالفصال؟ انا ومزاجي يعني. ساعات افاصل قوي وساعات لا ما افاصلش خالص. شاطره في الشراء قوي. يعني مثلا تقول لها حاجه جنيه تقول لك ليه مش 10 صاغ عادي. مفيش حتى مفيش سن. لا مفيش حاجه يعني نسبه وتناسب. لا ملهاش دعوه. وسبحان الله بتحصل.
ببص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة. مين قال لك كده دلوقتي؟ انت جيتي على الجرح. شوفي بقى احنا ممكن نتكلم كتير قوي في الموضوع ده. انتوا الاثنين ده ومن امتى بقى الموضوع ده؟ دلوقتي حالا. دي دخلت عليا قالت لي لا 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 قلت في ايه؟ لا 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 انا وشي انا حاسه ان انا شكلي كبر قوي. قلت لها كبرتي انت مننا ولا ايه؟ قالت لي انت اول ما دخلت عليكي بصيتي لي قوي. قلت لها بصيت لي غير انت اول مره تعملي مكياج كده بس لا انت بتكذبي. قلت لها والله العظيم ابدا. طب ورحمه امي ابدا. لا 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 انا لازم اروح للدكتور لازم اعمل حاجه. مش تعملي ايه الموضوع مش مستاهل. انت كمان عندك نفس الاحساس لما تبصي فجاه تلاقي نفسك كبرتي؟ لا كوشا وشكل لا خالص. انا بتكلم على ولادي وفجاه حسيت اني كبرت بس لكن شكلا لا خالص. مش بالعكس مركزه خالص بالعكس. في الموضوع ده لا انا حاسه ان انا ما بركزش في سني اصلا. ما بعرفش سني كام. ما اعرفش فعليا انا عندي كام سنه. بس اعرف مواليد سنه كام. بس واحده انت عندك كام سنه؟ مش مهووسه بال خالص بالسن. لان انا مقتنعه قوي ان انت لو حسيتي ان انت كبيره هتبقي كبيره. فخليكي حاسه انك عيله. انا لسه عيله. منطق. قلبت من اختي قبل كده ربس؟ طبعا. بطبخ احسن من اختي؟ لا. بطبخ حلو قوي. بتطبخ تحفه. ايه ده والله فظيعه بال52 كيلو اللي هي فيهم دول. فظيعه بتطبخ حلو. بصي انت اختاري المطبخ. عايزه طاي معاكي شغال اختاري اللبناني اوكي. صيني معانا مفيش مشكله يعني اي حاجه وكل حاجه. ومصري اصيل اسمها ايه الطاجن اسمها ايه اللي انت بتعمليه لشريف ده اللي بيحبه العكاوي دي. دي فظيعه فيها. وبتموت في المخبوزات بقى. تعجن. انا بحب الاكل وبحب المخبوزات بشكل مش طبيعي. بتعملي ايه مخبوزات يا دل؟ يا سلام بقى على العيش دوت اللي هو الشوكليت. في شوكليت تشيبس كده. ده مثلا. والباجيت بحبه قوي. لما نزل الفيديو الاخير من فيديو الاخير بتاع شريف سلامه انا اتخضيت جدا. انت ما اتخضيتيش ولا انت اتخضيتي؟ ولا شغال لي بالي خالص. انا ما اتخضيتش خالص. انا بس اتصدمت اللي هو ايه ده. ايه ده خضة بس انما يعني لا عادي. لا ما اتخضناش يعني عادي. ناس مسافره مع بعضها وبيصوروا مع بعض فتره طويله في لبنان يعني فهم ما لهمش غير بعض فبيهزروا مع بعض يغني زي ما احنا. ساعات بتبقي مودك حلو مش وانت في عربيتك ساعات تغني ولو معاكي حد صاحبتك تقعدوا تهيسوا وتغنوا سوا. ذاتس ات. هو ده لا اكتر ولا اقل. لا وبعدين هو محترم قوي يعني عارفه لو راجل تاني ممكن اتجنن بتاع بس هو محترم قوي. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب. زي بيسموها ذوبها في فنجان يعني يعني كل الناس قعدت تقول حاجه والحقيقه حاجه تانية خالص. طيب مين هيعرف يقرا اكتر لعبه انت سامعني؟ الهيدفونز هتتحط وكل واحده هيبقى لها كارت. ايوه وانا متاكده ان انا هضحك ضحك السنين عليكم في اللعبه دي. يعني انا احط القصيده اللي هي بتقولها دي. يا لهوي ابتديتوا؟ لا 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 وانا كنت هبله كده. خ خ خ خ يا شيخه ما خطرش على بالك يوم تسال عني. برافو شيماء. كركشانجي ذبح كركشانجي ذبح جبشو. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم يا طير في العلالي يا بلحهم دوا. لا بنت الجيران شغلاني انا عنيا وانا في المكان وفي وفي خلق حواليا. هو ده كله فيلم؟ القصيده اللي هي بتقولها دي ده مش فيلم. امال ده ايه؟ اغنيه. اغنيه. يلا ولا بصي انا متاكده مش هتعرفي. بنت الجيران شيماء. في ايه؟ قولي الاغنيه بس. طيب ما تقوليش حاجه تانية خالص. انت بتقولي حاجات في النص.
قوليها كلمة بنت الجيران شغلالي انا عينيا وانا في المكان وفي خمسة حواليا. مين اللي قال شغلاني عينيها الحلوة؟ حاجة كده؟ طب قولي كلمة كلمة. بنت مين؟ بنت الجيران. بنت الجيران؟ شغلالي شغلاني انا عينيا عينيها انا عينيا وانا هي دي اغنية تقريبا بنت الجيران صح؟ بس انت فكرك بقى ان انا عارفه الكلام اللي جوه. ما هي بتقولوها اهو معايا. اقوله يعني اوكي. بنت بنت الجيران الجيران شغلالي شغلاني انا انا عينيا انا عينيا عينيها عينيا وانا وانا في المكان في مكان وفي وفي خلق حواليا خلق خلق يا لهوي انا ما اعرفهاش اصلا ما بنسمعهاش. وفي وايه وفي وفي خلق حواليا خلق خلق خا خا تاني خلق ولا انا بخلق خلق الا خا 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 خلق حواليا خلق مش فاهمة حاجة خالص. داليا داليا اسمعي خلق خلق ال خو 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 بصي بصي خلق وايه خلق حواليا يا شيخة كلثوم ادي حاجه الناس تبقى عارفاها. انا وهي ما بنسمعش الاغاني دي خالص خالص. انا ناس رقصوا على الاغنيه دي وقولي انت معقوله انت مش عارفاها؟ مش عارفاها مش عارفينها. مش عارفه اجيبها لك ليه. كاراكاشانجي اوكي كاراكاشانجي كاراكاشانجي كا را انا كان نفسي كا. طب قولي كلها على بعضها يمكن تقول حاجه. كاراشانجي استني انا اللي اتلخبط. كاراكاشانجي كاراكاشانجي دبح كاراكاشانجي دبح جبشو. اوه ايوه ده انا عارف كاراكاشانجي. ايوه طبعا انا كاراكاشانجي بنت الجيران. اه بصي المفارقه. انت بقى هتلبسي الهيدفونز يا شيماء. ماشي ايوه. الاول مثل 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 ابتديته؟ لا لا ابتديته؟ لا 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 هو انا كنت هبله كده؟ انت كده بتتكلموا؟ انا اكل اكل الليل اكل 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 ما تشرحيش يا داليا. ما ينفعش اشرح؟ لا اه العسل العسل اكل العسل اكل العسل اكل العسل مر حلو مش عارفه اكل حلو اكل العسل حلو بس النحل بيقرب بس الاحلى بس النحل بس الاحلى لا بس بس النحل النحل أكل؟ النحل النحل اكل العسل حلو بس النحل بس الاحلى لا النحل. طب والله شاطر. شطوره اه. النحل 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 العسل تاني اعمل فيها ايه دي؟ النحل النحل. طب فاكره دي اغنيه اغنيه؟ لا لا لا, لا. مثل أيوة. مثل اكل العسل حلو بس النحل بيقرر نستحمل اللدغ النحل بيقرر بس بتبصي بيحرق يقولوا لك زي النحل ده مثل ايوه ايوه استني اكل العسل حلو بس النحل بيقرص النحل بيقرص بس النحله بتقرص. صل الله عليكي. بصي انا هعتبرها صحيحه انا هعتبرها صح. هو في شطره تانية انا هعتبرها صح لان هو لها كماله. قولي بقى بقيه ال بس شرب الدواء مر بس بيشفي ويخلص اه يعني بس انت شطوره برافو. لا لسه فظيعه. لا شطوره انت, آه انت لسه قدامك كمان واحده. أغنية 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 آه. يا نخلتين في العلالي
يا بلحهم يا ترف العلالي يا بلحهم دوا؟ لا مش انا والله لا قمة الثقة مش يا نخلتين يا ايوه يا نخلتين يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا برافو شيماء هي اللي كسبت وفوقت على داليا مصطفى هي تفوقت في الحل وفي الثقة والأداء مين اللي قال لها الكلام مش أنا هي أداءها بشع أنا بقول لك كده كسبتي برافو طبعا عشان أنا عرفت أشرح لها صح يا سلام لكن هي طيب في بقى على فكره انا ممكن اعمل حركه برضو يعني كده فيري كويكلي انا ممكن اقول لكم انتوا الاثنين حاجه جمله بس من غير ما اقول صوت ونشوف مين هتعرفها الاول لو انتوا بتشككوا في قدرات بعض انا ما شككتكش فيكي بس انت بقى النهارده انت نوتي يعني عارفه طيب هفكر بس ادوني فرصتي افكر طب يلا نقول مثلا او اغنيه طب محطة القلوب يا قلبي حاجة كده دي أغنية تقريبا ولا يا يا استني استني يا بياع القلوب طب قولي ما حاجة وحاجة تيش ما خطرش على بالك يوم تسأل عني برافو شيماء يعني حاولت اساعدك يا داليا حاولت اديكي بس واضح انه مفيش امل شيماء مفيش امل شيماء مذاكره كويس وداخله وهي متاهبه وبتاع طبعا واثقه من نفسي الموضوع ده يعني انتوا هتصطفلوا مع بعض في البيت وواضح ان هي هتقعد مع علي وتشيل الشيله بالظبط كده قدر الله ما شاء فعل لازم